السلام عليكم خاوتي، أينما كنتم وحيثما وجدتم. اليوم رانا في إحدى قرى بلدية وظائف المنصورة، كنا مارين منها، لقينا ظاهرة غريبة هي انجرة في تربة على الأموات. شوف كيف العظام، يعني احترام الأموات، شوف كيف العظام في الطريق. مقاول يعني اللي جاي يخدم هذا الطريق، جا يخدمها ما تسمى مسح بالبوكلة، مسح الآخر ما انجر في التربة خلاها كما هي، تسمى ولا تحت تراب وبانوا العظام. الله يرحمه مساك. شوف شوف يا خوتنا، في الدول يعني سبحان الله، في الدول المحترمة أكرمكم الله، كلب يحترم، حيوان يحترم. شوف بينما هنايا شوف هذو الأموات، يعني سبحان الله ربي يرحمهم مساكن، يعني والله كارثة. اللي عنده قلب يبكي، ليش عارف كيف هذا الناس. يعني هنا نوجه نداءنا للسلطات، لا داكم ربي، خافوا ربي في هذا الأموات. شوف شوفوا كيف العظام راهي طايحة في الطريق، يجي الماء يديهم، يعني عيب والله عيب. شوف شوف ها ها ها، شوف نشد الناس هذو، على الأقل سكان القرية هذو يديروا 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 قيمة احترام. ها شوف شوف أخوتي، ها لهذا الموتى، يعني سبحان الله. شوفوا كيف، شوف ها شوف، يعني واحد عنده خاوته، واحد عنده جدوده هنايا، شوف كيف راهم العظام في الطريق. شوف يديهم الماء كأنهم حيوانات، كرمكم الله. ها العظام شوف، يعني عيب والله عيب. الله مستعان الله مستعان. وشاك تشوف الظاهرة هذه خويا؟ واش راه نقول خويا، الظاهرة هذه نموت تعني السلطات المالية، ورانا سقفنا وضحكنا وما سمعوناش، ورانا رحنا اليوم وبخونا ورام على بالهم. سبحان الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، الله يرحمهم يا خويا. سبحان الله، يعني شوف شوف كيف راه الحالة. شوف أخوتي، هاي هاو باب اللي تشوفوا بلي بشر مش حيوان. هاي جمجمة الواحد ربي يرحمه، هاي العظام ربي يرحمه. شوف العظام كيف راهي طايحة، هاي ليك شوف سبحان الله. شوفوا خوتنا كيفاه، رانا في 2016 ماشي في 1933. الله يرحم شويه، عفوا الله يرحم موت هذو. وهكذا شوف ها شوف ها، هاي العظام وراهي، هاي الهياكل العظامية الجماجم، الله المستعان. انا شوفوا اخوتي ها ها، هكذا يعني في جزائر العزة والكرامة في 2016. الله يرحمهم، وانا اتمنى ان شاء الله ان الرسالة توصل للمسؤولين والله يهديهم ما خلق. السلام عليكم خوتي.